طائرة DC-10 متجهة إلى شيكاغو، مليئة بالأطفال والمسافرين لقضاء العطل. لكن بعد ساعة من الإقلاع يتعطل أحد المحركات، ومع أنه هنالك محركان سليمان تصبح الطائرة شبه غير صالحة للطيران. 285 راكبا يواجهون احتمال تحطم مروع في مدينة سو، لما تسبب عطل بسيط في المحرك في وقوع الطائرة. الآن باستخدام المحاكاة المتطورة باستخدام الكمبيوتر نكشف سبب وقوع الرحلة 232. الكوارث لا تحدث بالصدفة، بل هي سلسلة من الأحداث البالغة الأهمية. نكشف عن الدلائل ونعد تنازليا الثواني الأخيرة لما قبل الكارثة.